النمسا تعدل استراتيجية الأمن الوطني بعد تصاعد التهديد الروسي. طهران تستدعي سفيرا نمساوي ردا على توبيخ سفيرها في فيينا. الاتحاد الأوروبي يرفض عمليات الترحيل إلى سوريا لأن النظام غير مهيأ. ولاية تفرض دورات إلزامية لمكافحة التطرف على طالب اللجوء القُصّر. وزير الداخلية يثني على نجاح نظام العمل الإجباري لطالبي اللجوء. الهيئة الإسلامية تعارض مبادرة وزارة الاندماج حول تعليم المساجد 2. ودراسة تكشف أن تكاليف التعليم تصل إلى 2200 يورو سنوياً. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. اتفق حزب الشعب النمساوي أوفوبي والخضر على مسودة استراتيجية أمنية جديدة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولذلك تتجه النمسا نحو تحديث استراتيجيتها الأمنية بعد آخر تحديث في عام 2013. ومن المتوقع التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء قبل تقديمها إلى البرلمان، وتشمل الوثيقة تعزيز التعاون مع الناتو والتخلي عن الغاز الروسي مع التركيز على تحديث العلاقات مع روسيا التي تعتبر الآن تهديداً لأوروبا. كما تتناول الاستراتيجية دور الصين كشريك ومنافس وخصم، وتؤكد على أهمية مكافحة التغير المناخي لضمان الأمن والاستقرار. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير النمساوي في طهران وولف دايتريتش هايم رداً على استدعاء نظيرتها النمساوية سفير طهران في فيينا عباس باقربور أردوكاني وتوبيخه بسبب منشور دعائي لحزب الله اللبناني على منصة إكس. وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان الثلاثاء بأنها أبلغت السفيرة النمساوية أن حزب الله حركة تحررية حسب زعمه، وأن الإجراء النمساوي يتعارض مع واقع المنطقة وعلاقات البلدين. كما أبدى المدير العام لأوروبا الغربية في إيران استنكاره للإجراء النمساوي مشيرا إلى أنه يتناقض مع الحقائق الإقليمية. يذكر أن السفيرة الإيرانية قد حذف المنشور بعد استدعائه. أكدت المفوضية الأوروبية أن الظروف الحالية في سوريا لا تسمح بعملية الترحيل، حيث لا توجد مناطق آمنة وفقا لتحذيرات الخبراء. جاءت هذه التصريحات بعد هجوم في مدينة سولينغن الألمانية، حيث قتل 3 أشخاص على يد لاجئ سوري، مما زاد من الضغوط لإعادة النظر في الترحيلات إلى سوريا وأفغانستان. بينما دعا وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا إلى الترحيل، حيث أكدت المفوضية الأوروبية أن سوريا لم تستوفي الشروط اللازمة للعودة الآمنة. وتأتي هذه التصريحات في ظل مطالبات من عدة دول أوروبية بإعادة تصنيف بعض المناطق السورية كمناطق آمنة. ابتداء من هذا الخريف ستبدأ ولاية النمسا العليا في تقديم دورات إلزامية للقيم وتدريبات ضد العنف للمهاجرين القُصّر غير المصحوبين بذويهم، وذلك بعد تجربة ناجحة شملت 26 مشاركاً. وستتم هذه الدورات بالتعاون مع جمعية نيوشتارت المعروفة بخبرتها في معالجة قضايا التطرف، وسيبدأ 56 لاجئاً من الذكور من عمر 14 عاماً في حضور الدورات، بينما ستبدأ الفتيات في وقت لاحق. وتهدف الدورات إلى تعزيز القيم الديمقراطية والوقاية من العنف، كما تشهد ولاية النمسا العليا تراجعاً في أعداد طالبي اللجوء مقارنة بالفترة السابقة. أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا على ضرورة تقديم طالبي اللجوء خدمات مقابل الدعم الذي يتلقونه، مشيرا إلى أن هذا المبدأ كان وراء قرار الحكومة بتطبيق نظام العمل الإجباري لهم. وأوضح كارنا خلال زيارة لأحد معسكرات اللاجئين أن نحو 940 طالب لجوء أنجزوا حوالي 37 ألف ساعة عمل منذ أواخر يوليو الماضي، مما أسهم في تخفيض المصروفات المقدمة لهم. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الأساسية، حيث يشارك اللاجئون في أنشطة خيرية وصيانة المرافق، بالإضافة إلى المساهمة في خدمات المدن والبلديات. أعربت الهيئة الإسلامية في النمسا عن استغرابها من التغطية الإعلامية المتعلقة بمبادرة وزارة الاندماج تعليم المساجد 2، معتبرة أنها تتجاهل جهودها الكبيرة في هذا المجال. وأكدت الهيئة مشاركتها الفعالة في تحسين تعليم المساجد، مشيرة إلى دراسة نشرت في مايو 2023 حول تعليم المساجد والتي كانت الهيئة طرفا رئيسيا فيها. كما أوضحت أنها نفذت إجراءات شاملة لتطوير المناهج وتدريب المعلمين. وأعربت الهيئة عن خيبة أملها لعدم تقدير استقلاليتها وجهودها المتواصلة، داعية إلى التعاون شفاف ومحترم مع كافة الأطراف المعنية.
أظهرت دراسة جديدة أجرتها غرفة العمال النمساوية أربعة قمر أن تكلفة التعليم الأساسي للأطفال تصل إلى حوالي 2200 يورو سنويا، وتختلف حسب نوع المدرسة، حيث تتصدر المدارس الثانوية العليا والمهنية من حيث التكلفة، في حين تكون أقل في المدارس الابتدائية. وأشارت الدراسة التي شملت 2500 أسرة إلى أن النفقات تكون مرتفعة في بداية ونهاية العام الدراسي بسبب شراء المواد الدراسية وأجهزة الحاسوب، ودعت غرفة العمال إلى جعل التعليم مجانيا بالكامل فيما طلبت النقابات بتخفيف الأعباء المالية على الأسر، مشيرة إلى نقص الدعم الحكومي المستدام. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.